السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا عترة النبارية طالعين للريمة، معايا ضيف عندنا من المحلة هنشتغل اللي هو بالريمة عترة النبارية. ترعى يا جماعة. طبعا يا جماعة احنا هنشتغل بالريمة هنا، طبعا اللي بيجي معانا صغير كبير هنصوره، احنا بنعمل لك فيديو واقعي، بنعمل لك الوضع الموجود هنا بصوره لك، صغير بنصور، كبير كبير بنصور. طبعا معظم اللي يخش عليك بليمش السمكة البليمة دي، هنجرب يا جماعه دلوقتي ونشوف ربنا كرمنا بيه، يعني هنصوره لكم. بس قبل ما نبدا الفيديو هنوريكم العده اللي شغال بيها وطريقه التطعيم، وبعد كده نبدا الفيديو بتاعنا. تابعونا يا رجاله وباذن الله نعمل لكم فيديو كويس. ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه. هنشوف يا جماعه شكل التطعيم. السن اهو ده سن يا جماعه مقاس 10 بانكس. بتجيب حته ريم اهي طول 10 سنتي، تحط نصها على الخيط ونصها على السن اهي يا رجاله، كده نصها على الخيط اهو، السن اهو، نصها على الخيط ونصها على السن. تقوم جايه لفينا 3 لفات على السن، تمام اهو. تقوم جايب ده عكس انت لفيت كده من هنا، تلف ده عكس، تقوم جاي ماسك الاثنين اهو ونازل بهم لتحت كده. ده اول تطعيمه يا رجاله، ماشي. تاني تطعيمة بردك اهي، حتة بردك 10 سنتي بردك نفس النظام اهي، حط نصها على السن الفوق على السن وعلى الخيط ونصها على السن تحت. تقوم جلافف 3 لفات على السن، انت كده لفيت لفوق اهو، بتجيب دي بقى عكس بقى لتحت كده اهو، ماشي. تقوم جاي ماسك الاتنين مع بعض اهو ونازل بهم لتحت ولفهم لفة كده، بتلاقي الشكل ده والسن في النص. السن يا جماعة ده صغير، طبعا السن الصغير بيبقى حلو للميات المفتوحة، اللي هي الميات اللي ايه، المية رايقة زي النيل كده اللي احنا شغالين عليه النهاردة ده. عايز مثلا تشتغل على مصرف ممكن تشتغل بسبعة وبثمانية عادي، مفيش مشاكل، لأن درجة المية غامقة شوية فالعدة مش هتبان. طبعا الخيط الرمال ده خيط 20، خيط المكنة زي ما قلنا خيط 25. الميات اللي هي الرايقة يا جماعة، المواد النيلي بالذات، لازم العدة تبقى خفيفة عشان السمكة بتشوف العدة دي في المية، لأن المية رايقة غير المصاريف والحتت دي. ممكن أي لو شغال على المصرف ممكن تكتر في الإيه، في يعني تقل في العدة، لكن لازم على المواد اللي زي دي العدة خفيفة. تابعونا النهاردة يا جماعة شغال بعود 3 متر 60. بصوا يا جماعة كرباج، عود 3 متر 60 رقع خالص، مكنة صيني 3000، خيط المكنة هو خيط المكنة ده مقاس 25 والرمال تحت 20 والسن مقاس 10 بانكس عسلي. طبعا الغماز لازم يكون ايه وسط، عشان انت طبعا هنا انت شغال في مياه مفتوحة، فطار المياه يعني طار المياه شديد، فلازم ايه الغماز يبقى كبير شوية مثلا زي ده كده. وتركب اللي هي الفراشه دي، ما تركبش المفتاح اللي هي زنقه، لانك طبعا بتسرح ممكن تبقى واقف هنا وال مثلا الغماز ده مثلا بعد منك ب 20 متر، فانت لو مركب مفتاح مش هتشوفه، فلازم تركب زنقه زي دي كده وحمرة ماشي عشان تشوفها من بعيد. طبعا الرصاص وزنة الغماز. وطبعا يا جماعه انا شغال بريمه، التطعيمة زي ما احنا وريناها لكم، وشغال بالسن زي ما قلت لكم 10 بانكس، والرمال طول الرمال يا جماعة 40 سنتي، بتخلي واحد 40 وواحد 20، تمام كده يا جماعة. واحد يقول لي مثلا انت ليه، طب ليه بتشتغلوا بعيدان رقع في الريمة؟ عشان خاطر انت شغال تحت العدة هنا ضعيف، تحت ضعيف، هنا مثلا الرمال بتاعك 20، فتيجي تضرب لو انت شغال بعود مثلا وسط مش رقع، تيجي تضرب كده ممكن الرمال ده يقطع من الضرب. لكن لما يكون العود رقع، ما يكون العود معاك رقع معاك كده رقع طار خالص، بيمتص الخبط يعني بيحوش الخبطة عن الرمال، فايه هو اللي بيمتص الخبطة معاه. كل ما العدة تكون خفيفة لازم العود بتاعك يبقى ايه خفيف. مثلا شغال حداف العود بتاعك يبقى جامد، لانك شغال على شغل ايه، شغل محتاج عدة تقيلة. لكن لما اكون شغال ريمه بعده خفيفه لازم العود يبقى خفيف. تابعونا رجاله وباذن الله نعمل لكم فيديو كويس.
معانا يا جماعه يوسف هناك اهو، منورنا النهارده. يوسف يا جماعه استفتح في حته اهو، ماشي يا يوسف، يلا اصحى لم، يلا نزل عودك لتحت. شيل السيجاره بقى يا صاحبي، شيل السيجاره من بقه، يلا ها وريني كده، وري الناس البليمي بتاع النوبري يا رجاله. تعال هنا يا يوسف يا رجاله، بليم النوبري بقى كام. اجي اصور، ما الغي السيجاره خالص. يلا رجاله ماشي، ده اول حته ليا يا رجاله، اولنا يوسف يا جماعه معاه حته اهو. حته كفه حلوه، ماشي يا نجم يلا. تاني حتة رجالة اصطادنا بها، بليمي اهو، أول حتة في العياش هنا، ريما رجالة من ترعة النوبرية، تابعونا يا شباب. اول حته مسنوده حلوه يا رجاله، دي تالت حته معانا، بس ده اولنا ايه، حته حلوه مسنود بليمه كبيره. ماشي يا يوسف يلا، صلاة على النبي يا شباب. باللي بعد حته ده يا جماعه، شغله بليمه كله، انضف سمكه تاكلها في السوق، ما تبصش لحجمها، طعمها ما فيش بعد كده، ده شغل الريمه. خش معاك كبير وصغير، ريمه بقى رجاله ها، ديت رابع حته معانا. الريمة بتاعتنا هي والمكان اهو، طلعت النوبارية يا رجال، تابعوني. اللي بعده رجالة بصطاع النبي اهي، من قدام العفش ده رجال، العفش ده بيجمع سمك، عشان كده الشرب قدامه بالريمة، تاخد الحتت دي بليمة برضو كرجال. سواء امسكها لكم اهي يا شباب، سمك بلدي جميل اهو. خش على اللي بعده، نخش على اللي بعد يا رجالة. حتة كمان بصلاة على النبي من نفس الدور كده، مقدامش العفش دولاب برضك اهي، البليم الجميل. هوريكوا برضو احنا جبنا كام واحدة برضو، عشان محدش فكر ان هي سمكة واحدة بس. صغر يا رجالة، ثواني، الحتة بتاعتنا يا رجالة الجديدة اهي، ماشي، شوية السمك بتاعنا اللي جبناهم ده رزقنا بس يا جماعة. اسم يوسف بيحط في التلاجة، انا بحط في عياش، تابعوني يا شباب. اللي بعده رجال، هتنور على الاسف عشان الشمس تنور لك كده اهو، تمام يا معلم. حته جميله الجوازه رجال، بس في واحده صغيره نرميها اللي هي تحت دي، وهناخد اللي فوق. ريمة بالجوازة حاجة ما شاء الله، أنضف سمكة يا جماعة كلها هي السمكة دي، اللي هي بتاع الريمة في اللي هي البليمي، يعني لو حد يعرف يعني ايه سمكة بليمي أو السمك ده. ايه ده بطل جوازي يالا، اطلع جوازة يا رجالة، النوبارية وجمال اهي وتحت. تمام والله، ينور عليها حلوة. لف كده هات كده شو، عشان بس الشمس تنور، لف عليها اه كده، منور الكادر منور. تمام والله، ينور عليها. ماشي يا غالي. ايوه هي دي الاحجام، تعالي بقى نقضيها بليمة صغار كده كتير. تعال تعال تعال، حته يا جماعه مبليميها بس، حته ما شاء الله، هوريها لكم دلوقتي يا رجاله. حته كده زي ما الكتاب بيقول يا رجاله، مبليميها عسل اهي.